أهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش الأونلاين الثالثة اللي هنتكلم فيها النهاردة عن خدمتين مهمين جدا، خدمة ربط المراجع مع كروسريف وخدمة الاستشهادات أو اقتبس بواسطة. إن شاء الله هنبدأ في خلال دقيقتين من الآن، بس احنا في انتظار الناس تقدر تبدأ تنضم إن شاء الله للويبينار، وإن شاء الله هنبدأ في خلال دقيقتين من دلوقتي. أنا اسمي محمد مصطفى، Publishing Editor و CrossRef Ambassador، شغال في شركة تكنولوجي إيدي مقرها دبي دولة الإمارات العربية المتحدة. ده حلقة النقاش الأونلاين الثالثة لينا النهاردة اللي بنقدمها بالتعاون مع مؤسسة CrossRef. بنتكلم فيها وبنتطرق فيها لخدمتين مهمين جدا بتقدمهم المؤسسة، هي خدمة ربط المراجع والاستشهادات بي أو اقتبس بواسطة. في البداية أحب أنبه إن كل الحلقات النقاش الأونلاين اللي بنقدمها أو كل الويبينارز بيتم رفعها على اليوتيوب، هي متاحة على اليوتيوب في حالة إن أي حد حابب يعرضها في الجامعة بتاعته أو المؤسسة بتاعته، فبيكون كل التسجيلات متاحة على اليوتيوب ممكن تعرضوها او تستمعوا اليها. ايضا في حاله استخدامكم لتويتر او السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي، دايما بنتويت في هاشتاج كروس ريف ان عربيك، سو ده الهاشتاج اللي احنا بنستخدمه. لو في اي حد حابب يشارك معانا، فبتكون فرصه كويسه ان هو يستخدم هاشتاج كروس ريف ان عربيك او كروس ريف باللغه العربيه. في لو اي حد محتاج يشارك معانا او ينضم الينا، إن شاء الله هنبدأ في خلال دقيقة أو دقيقتين من دلوقتي، بس منتظرين المجموعة تنضم لينا أو الناس تنضم لينا وتبدأ تسجل. يبقى إن شاء الله النهاردة زي ما اتكلمنا في المقدمة هنتكلم عن خدمتين مهمين جدا، خدمة اقتبس بواسطة وخدمة ربط المراجع أو الريفرنس لينكينج. دول خدمتين بتقدمهم كروس ريف. الخدمتين دول بيساعدوا في تحسين جودة النظام العلمي المستخدم، فبنشجع كل الناشرين في منطقتنا العربية إن هم يستخدموا الخدمتين دول، لأن ده بيحسن من جودة المحتوى الخاص بيهم. هنبدأ دلوقتي مع أول حاجة، هنبدأ في المقدمة نتكلم عن خدمة الريفرنس لينكينج أو ربط المراجع. طبعا الخدمة دي بتستخدم او بيتم الاشاره ليها ان احنا نقدر نستخدم في قائمه المراجع اللي بننشرها مع كل مقاله او كل بحث، نقدر نستخدم الدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، نقدر نستخدمه عند انشاء قائمه المراجع او الاستشهادات او الاستشهادات الخاصه بينا. فهنا بنتكلم ان انا كناشر اقدر اضيف في قائمه المراجع الخاصه بيا، اجعلها قابلة للضغط أو لينكبل عن طريق إن أنا أضيف الـ Do I Link المرتبط بكل مرجع أو كل استشهاد. طبعا الخدمة دي بتمكن القراء أو الريدرز اللي بيقروا المحتوى بتاعك إن هم يقدروا يتتبعوا هذه الروابط من قائمة المراجع، إن هم يقدروا أيضا يوصلوا للعمل اللي تم الاستشهاد بيه أو العمل المنشور حتى يتم الوصول إلى موقع النص الكامل على منصة النشر الخاصة بالأعضاء. ده أيضا بيوفر بنية تحتية متكاملة لشبكة الأبحاث، وده بيعزز أيضا الاتصالات العلمية أو منظومة النشر العلمي بشكل متكامل. يبقى احنا بنتكلم على ان لستة الريفرنس أو اللستة الخاصة بالمراجع، قائمة المراجع تحتوي على الـ DOIs link أو الـ Digital Object Identifier، أقدر أضغط عليها فأقدر أتوجه إلى المقالة وأقدر أطلع على هذه المقالة. طبعا الاعضاء في اكتر من شكل ممكن يقدروا يضيفوا بيه او يستخدموا بيه هذه الخدمه. قدامنا مثال من بابليشر اسمه بير جي. طبعا في الحاله دي هو الببلشر عامل الدي او اي لينك على كامل الارتكل تايتل، كل الارتكل تايتل او عنوان المقاله في قائمه المراجع كلها لينكد. مجرد ما بضغط عليها اقدر اتوجه الى موقع الناشر، فده بيكون شكل من الاشكال. ايضا ممكن ان انا اعملها ان انا اوفر
بعد كل البيانات الخاصة بالمقالة دي ممكن أضيف الـ DOI لينك بشكل متكامل، فدي بترجع لكل ناشر وكل طريقة هو ممكن ينشر بيها أو يستخدم بيها الريفرنس لينكينج أو هذه الخدمة. هنا هنشرح بشوية تفصيل. أنا كبابليشر A أو بابليشر رقم ألف في قائمة نشرت مقالة، المقالة دي بتحتوي مثلا على سبيل المثال على 10 مراجع، كل مرجع منهم بيحتوي على الـ DOI لينك زي ما هو موضح أمامي على الشاشة، فالـ DOI لينك ده ممكن ياخدني لمقالة أخرى نشرها بابليشر رقم B، وبابليشر أو ناشر تاني رقم C، وناشر رقم A تاني اللي هو نفس الناشر، وعن طريق كل ناشر أيضا في هذا البحث بجد مجموعة أخرى من قائمة المراجع فبقدر أتطلع عليها أو أطلع عليها. فطبعا ده شيء ممتاز جدا وسهل جدا، لأنه بيسهل على الباحثين التنقل ما بين قوائم المراجع عند قيامهم بالأبحاث أو عند قيامهم على الاطلاع على الأبحاث، فده شيء مهم جدا في البنية التحتية للنظام العلمي أو للشبكة العلمية بشكل عام. هنتكلم ايضا عن ازاي اقدر اضيف الروابط، ازاي اقدر استخدم الخدمه دي، ازاي اقدر اضيف الروابط بتاعتي او المراجع واعمل لها انتجريشن او تكامل مع الدو ايز. في اكتر من طريقه اقدر استخدمها او اقدر اعملها. في اول طريقه ان انا ممكن اطلب من المؤلفين ان هم يضيفوا الدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او المعرف الالكتروني اللي اتكلمنا عنه قبل كده لكل مقاله او لكل مرجع هم بيستخدموه، فممكن اضيف في الاوثر جايد لاينز او في الصفحات الخاصه بالمؤلفين على موقع المجله الخاصه بي اطلب منهم ان هم يقوموا بادماج او في عند ارسالهم للابحاث يقوموا ايضا بادماج او بارسال الدي او اي الخاص بكل مقاله، فده ممكن يتم في السورس وورد فايل مثلا او حاجه، او انا كناشر ممكن اقوم او فريق البرودكشن الخاص بالناشر او فريق الانتاج الخاص بالناشر اثناء عمليه الكتابه والكونفرجن او التايب سيتنج ممكن يقوم باضافه الدي او اي في مرحله النسخ والتحرير، فانا برضو عندي الوسيله دي ان انا في خلال مرحله النسخ والتحرير كناشر ان انا اضيف الدي او اي. ايضا ممكن استخدم محركات البحث، ده اوبشن رقم ثلاثة او اختيار رقم ثلاثة، ممكن ان انا استخدم محركات البحث ان انا اقدر ابحث عن كل مرجع على الانترنت واجري الدعاية الخاص بي واقوم بارفاقه في المقالة البحثية، بس الاوبشن ده طبعا بطيء وهياخد وقت طويل ان انا اقوم بالبحث عن كل مقالة بشكل منفرد. ايضا ممكن استخدم خدمة الاستعلام عن المراجع اللي بتقدمها برضو المؤسسة، ده إجراء فعال بس بيتطلب مهارة تقنية أو خبرة في مجال الدعم الفني. ممكن أيضا أستخدم أدوات البحث اللي بتقدمها كروسريف، فأنا عندي مجموعة من الاختيارات. أيضا بالنسبة للناس اللي بتستخدم برنامج او جي اس او اوبن جورنال سيستم، حاليا فريق العمل الخاص باو جي اس او بتطوير او جي اس بيعمل على ان هو يعمل بلاجن متخصصه لهذا الموضوع. البلاجن طبعا الناس اللي بتستخدم او جي اس عارفه ان الاو جي اس قائم على مجموعه من البلاجنز، ففي بلاجن هتبقى موجوده ان شاء الله قريب مرتبطه بهذه الخدمه. ايضا الخدمه اللي بتقدمها كروس ريف ميتا داتا مانجر هتكون ان شاء الله هتقدر تسهل ازاي اقدر اربط واعمل ايداع او ديبوزيت للريفرنسز الخاصه بي. طبعا من خلال خدمه البحث عن كورس ريف لو دخلت الى الموقع search.courseref.org/references ممكن اقدر احصل، تبقى طريقه برضو بتسهل لي الوصول او الحصول على دي وايز اللي انا محتاجها. في ايضا موقع اخر اللي هو الرابط بتاعه موجود امامنا اللي هو apps.crossref.org/sample-text-query، ده ايضا بيسهل لي واقدر اوصل من خلاله احصل من خلاله على المعرفات الرقميه لو انا محتاجها. فدي خدمات بتقدمها المؤسسه. يبقى قلنا تاني عندنا ممكن استخدم اطلب من المؤلفين ان هم يوفروا لي عند ارسالهم للابحاث داخل كل بحث يقدر يرسل المؤلف يقدر يرسل او يكتب اسم الدي او اي الخاص بكل مرجع استشهد فيه، او فريق الانتاج لدى الناشر يقدر يقوم بهذه الوظيفه اثناء عمليه التحويل للمحتوى العلمي بعد الاكسبتنس، او في نفس الوقت برضو استخدم خدمات اللي بتقدمها كروس ريف زي الكروس ريف سامبل تكست كويري
في ان انا اقدر اوصل للدو ايز الموجوده، وده بيكون الشكل في حاله الاستخدام، وده اللينك او اللينك الدو اي الظاهر امامي ده ممكن ابدا استخدمه واعرض شكل ليست اوف ريفرنسز او قائمه المراجع الخاصه بيا بهذا الشكل. ممكن طبعا في طريقه اخرى عن طريق الاجهزه او عن طريق الرابط الموجود امامنا، بيكون شكل النهائي لكل تي او اي بالشكل ده مرتبط بكل مقاله، وده شيء متقدم، والناس اللي شغالين في الدعم الفني اكيد عارفين السكيما اللي ممكن يقدروا يحصلوا من خلالها على هذا الشكل النهائي. ده كان بالنسبه للخدمه الاولى اللي اتكلمنا فيها باختصار عن خدمه الريفرنس لينكينج او ربط المراجع، ان اهميه ان كل قائمة كل مع كل بحث بنشره بيكون في قائمه من المراجع، ان اهميه قد ايه مهم ان قائمه المراجع دي تكون تحتوي على روابط لهذه المراجع، ان انا بحيث ان انا اقدر اضغط عليها، مش مجرد قائمه مراجع سوليد موجوده قدامي بشكل مطمئن فانا كباحث اقدر اخد الارتكل تايتل واقوم بالبحث عليها، لا دوري كناش ان انا احاول اسهل للباحث او القارئ اللي بيقرا المحتوى الخاص بي ان هو يقدر يوصل ويستفيد او يطلع على قائمه المراجع عن طريق توفير الروابط او رابط لكل مرجع تم استخدامه او الاستشهاد او الاقتباس به. فدي كانت الخدمه الاولى. الخدمه الثانيه بتمشي في نفس السياق او متسقه ايضا مع الخدمه الاولى، وهي خدمه اسمها سايتد باي او اقتبس بواسطه. الخدمه دي طبعا خدمه ممتازه جدا، بتوفر الاستشهادات او الاقتباسات او باللغه الانجليزيه اسمها سايتيشنز، بتوفر نظره عامه وواضحه على المنشورات اللي بيتم الاستشهاد بها كجزء من المحتوى، وده ايضا بيسهل ويتيح للقراء او الباحثين ان هم يقدروا ينتقلوا ما بين المحتوى الخاص بالناشر الى المحتوى الذي تم الاستشهاد به، فده شيء مهم جدا، والباحثين المطلعين واللي بيقوموا بعمل الابحاث بيكون شيء مهم جدا ليهم ان معرفه عدد الاستشهادات او الاقتباسات التي حصلت عليها هذه المقاله، ده بيدعمهم في تطوير ابحاثهم وابتكارتهم طبعا. ودي دي خاصيه مهمه جدا او خدمه مهمه جدا سايتد باي، ان انا بعد ما عملت الريفرنس لينكينج او استفدت بيها لو قدرت استفيد ايضا بخدمه سايتد باي، ده هيكون شيء مهم جدا. طبعا هنا ظاهر قدامنا شكل الخدمه، ان الخدمه ممكن اعرضها بالشكل اللي انا بحبه او الشكل اللي انا محتاجه، شكل التكامل معايا او الانتجريشن في الويب سايت الخاص بيا، ممكن زي المثالين اللي قدامنا ممكن اكتب في شكل دائري او ممكن اكتب في شكل مستطيل. فكروسريف بتديني مطلق الحريه كناشر ان انا اعرض هذا عدد الاقتباسات بالشكل اللي انا بحبه، فدي ايضا احد الخدمات او احد المميزات ان هي بتسهل انتجريشن او عرض بسيط كناشر، الناشر هو اللي يقدر يحدد ازاي بيقدر يعرض المعلومات دي في الموقع الخاص بيه. نيجي دلوقتي لكيفية المشاركة، احنا دلوقتي بنتكلم على خدمة اسمها سايتد باي او اقتبس بواسطة، ازاي انا كناشر في المنطقة العربية اقدر استخدم هذه الخدمة. في البداية طبعا لازم او لابد منك كناشر ان عشان تستخدم هذه الخدمة انك ايضا بتقوم بايداع او تدوبوزيت كل قوائم المراجع اللي بتنشرها في قاعدة بيانات كروسريف، يبقى ده أول شرط إن أنت أيضا بتقوم بإيداع قائمة المراجع الخاصة بيك في قاعدة بيانات كروسريف حتى تقدر تستفيد أو عشان تقدر تستفيد من هذه الخدمة. أيضا في حالة إن أنت كنت مهتم بالاشتراك، الخطوة الثانية إن أنت بترسل رسالة بريد إلكتروني أو إيميل member@crossref.org وبتقدر تسجل وتشترك، بتعلمهم إن أنت مهتم بهذه الخدمة وإن أنت حريص إن أنت تسجل فيها. ايضا بتقوم بالاستعلام من خلال كروسريف على قائمه بجميع ملفات التعريف او الدو ايز اللي استشهدت واستخدمت المقالات البحثيه او المحتوى اللي انت قمت بنشره، وبتقدر تعرض انت كناشر هذه النتائج، 5 اقتباسات، 4 اقتباسات، اقتباس واحد، تقدر تعرضها بالشكل اللي انت بتفضله في الموقع الخاص بيك. في النهاية النقطة رقم 5 ان هذه الخدمة اللي بتقدمها كروسريف خدمة سايتد باي هي بدون رسوم، وهي خدمة ايضا اختيارية، يعني هي مش خدمة اجبارية بتقدمها المؤسسة، هي خدمة اختيارية، يقدر اي ناشر لو هو مهتم بتحسين محتواه او تحسين جودة محتواه ان هو يشترك فيها. طبعا انا بشجع كل الناشرين في منطقتنا العربية ان هم يستخدموا ويسجلوا
لهذه الخدمة، لأن ده شيء مهم جدا في تحسين جودة البنية التحتية أو الانفراستراكشر الخاصة بالسيستم أو بالنظام العلمي بشكل عام، نظام النشر العلمي بشكل عام. طبعا عشان نبدأ فيها زي ما قلنا، أول خطوة طبعا إن أنا كناشر بيكون مطلوب مني إن أنا أقوم بإيداع قائمة المراجع الخاصة بيا في قاعدة بيانات كروسرف، ده عن طريق XML فايل بيكون بالشكل اللي هو موضح أمامنا زي ما انتم شايفين. بقدر بالشكل ده هو إن أنا أقوم بإيداع كل قائمة المراجع الارتكل A مثلا، لو أنا نشرت مقالة رقم ألف فيها 10 استشهادات أو اقتباسات، فأحصل على ال10 اقتباسات أو استشهادات وأقوم بإيداعهم في قاعدة بيانات كروسرف. ده شيء مهم جدا ومفيد ليا كناشر. الاكس ام ال ستراكشر بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اي حد شغال او عنده خبره بالاكس ام ال او بمجال الدعم الفني اكيد على درايه بالشكل اللي احنا بنطرحه في الجورنال تايتل او اسم الدوريه والاسماء المؤلفين ورقم المجلد، بالاضافه الى السنه، بالاضافه الى الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او الدي او اي او المعرف الرقمي. فكل المعلومات دي معلومات مفصله عن كل مقاله بقوم بايداعها في قاعده بيانات كروس ريف. طبعا في حاله ان انا ما كنتش على درايه كامله بالاكس ام ال، ممكن استخدم الرابط ده اللي بتقدمه المؤسسه اللي هو crossref.org/simple-text-query، ممكن اقدر استخدمه ان انا احصل على reformatting لقائمه المراجع او قائمه الاستشهادات الخاصه بيا في حاله ان انا كنت على عدم درايه بكيفيه استخدام الاكس ام ال. بسجل ريكويست ان اكونت او بسجل اطلب حساب عن طريق ان انا اقوم بعمل اكونت او حساب ليا اقدر اقوم باستخدام هذه الخدمه. في حاله تفعيل وبعد تفعيل الحساب الخاص بيا بقدر اوصل لهذه المرحله ان انا اقدر احصل على السايتد باي لينكس، فبعمل حاجه اسمها ريتريف للداتا او للبيانات الخاصه بيا، ان انا بقدر احصل على الاقتباسات او المعلومات عن كم بحث تم قام بالاستشهاد بالابحاث المنشوره لدي. ده بقدر اوصل له عن طريق المنصه اللي اسمها doi.crossref.org. طبعا اي عضو او اي ممبر في كروسريف اكيد على وعي بهذا الموقع او هذا الرابط، ده اللي انا بقدر استخدمه في ايداع وتسجيل المعرفات الالكترونيه او الدي او ايز الخاصه بيا. فممكن ارجع لهذه المنصه واعمل ريتريف او استعاده لسايتد باي لينكس او روابط استشهد بواسطه او خدمه اقتبس بواسطه، فاقدر اعمل استرجاع لكل هذه البيانات واعرضها في الموقع الخاص بيا. طبعا في النهايه بيكون شكل الاكس ام ال استراكشر بالشكل اللي هو الشكل اللي ظاهر امامنا، وبتكون فيه كل التفاصيل زي هذا الدو اي او المعرف الرقمي ده، عدد مرات الاقتباس اللي حصل عليها، وبيكون في الآخر الشكل موجود أمامنا اللي هو شكل الرابط النهائي اللي هو ظاهر أمامكم، اللي أقدر أعمل منه استرجاع لكل المعلومات أو التفاصيل. فأنا من وقت ما حصلت على هذه المعلومات أو عدد الاقتباسات أقدر أعرضها كبابلشر أو كناشر في الموقع أو الويب سايت الخاص بيا بأي شكل بحبه زي ما قلنا في الأول. ده بيديني مطلق الحرية ان انا اعرضها بالشكل اللي انا بحبه او بختاره. في الحالة دي مثلا احنا استخدمنا او معانا مثال من احد الناشرين لسوفت وير كواليتي جورنال، فبشوف ان هو بيعرض عدد الاقتباسات او الاستشهادات بشكل دائرة، في مثلا هذه المقالة حصلت على 60 استشهاد، فده او ممكن اعرضها بشكل مختلف او بشكل مفصل في بوكس كبير. فانت كناشر بيكون ليك مطلق الحريه ان انت تعرض هذه المعلومات اللي بتحصل عليها من كروسريف بالشكل المناسب ليك. في النهايه بنتكلم ان هذه الخدمه او خدمه اقتبس بواسطه بتتيح ليك الوصول الى عدد مهول جدا من الاستشهادات، لان بيكون من الصعب عليك كناشر ان انت تعرف مين اللي بيقدر يستشهد او بيقتبس او بيعمل citations للكونتنت او للمحتوى الخاص بيك. لكن في نفس الوقت خدمة الاستشهاد بواسطة او اقتبس بواسطة بتوفر لك طريقة سهلة للعثور على هذه الاستشهادات. مش بس كده، وانت كمان تقدر تعرض النتائج وتربط المحتوى الخاص بيك لإجراء مزيد من الأبحاث. في النهاية في مجموعة من المصادر المفيدة اللي انا احب
لو حد مهتم ان هو يطلع بتفاصيل اكتر عن كل خدمه اتكلمنا عليها النهارده، سواء خدمه ربط الاستشهادات او المراجع ريفرنس لينكينج، او خدمه اقتبس بواسطه، ممكن يدخل على الموقع الخاص بكروس ريف وهيلاقي كل التفاصيل، crossref.org/services/reference-linking، هيلاقي كل التفاصيل، وايضا crossref.org/services/cited-by او اقتبس بواسطه وهيلاقي كل التفاصيل. ايضا في دايما موقع او رابط بحب اشير ليه دايما، هو الرابط الخاص بالسبورت او الدعم الفني، لو في اي حد عنده اي استفسارات تقنيه او فنيه عن استخدام اي خدمه اتكلمنا عنها النهارده ممكن يرجع لهذا الرابط اللي هو support.org.crossref.org، او في اي استفسار في حاجة الحاجة لأي استفسار أو أي دعم فني، مسؤولين الدعم الفني في مؤسسة كروسريف هيقوموا بالتواصل معاه مباشرة على الرابط الإلكتروني أو البريد الإلكتروني اللي هو ايميل support@crossref.org. ده الإيميل أو الرابط الإلكتروني لأي حد عنده أي استفسار أو محتاج أي دعم فني بتفاصيل أكتر. في النهاية بحب أشكركم شكرا جزيلا على وقتكم، وكان ده الحلقة النقاش الثالثة اللي احنا قدمناها، وفي حالة أي استفسارات ممكن نبعتها ل support@crossref.org، وأيضا نفتكر الهاشتاج اللي احنا دايما بنستخدمه على السوشيال ميديا، هاشتاج كروسريف ان ارابيك أو كروسريف باللغة العربية. شكرا جزيلا، لو في أي حد عنده أي أسئلة ممكن نطلع عليها، أو ممكن نناقش الأسئلة دي دلوقتي، معانا حوالي 10 دقايق، أو في أي استفسارات أخرى ممكن أو استفسارات متقدمة ممكن نريفير لsupport@crossref.org. شكرا جزيلا. لو في أي أسئلة أو أي استفسارات إحنا ممكن نستقبلها دلوقتي، لو في أي حد عنده أي استفسار على الخدمة والمعلومات أكتر عن الخدمة ممكن يشاركها معانا دلوقتي، لو في حد محتاج أي تفاصيل أكتر، إحنا كنا اتكلمنا إن التفاصيل كلها موجودة عن كل خدمة على الروابط الإلكترونية اللي موجودة قدامنا دلوقتي crossref.org/services/reference-linking أو /cited-by، هتلاقي تفاصيل عن كل خدمة. أيضا بنقدم على اليوتيوب كل الويبينارز بتكون أو حلقات النقاش بيتم تسجيلها ورفعها على موقع اليوتيوب، لو أي حد محتاج يرجع ليها بعد كده إن هو يقدر يطلع عليها ده بيكون أيضا شيء ممتاز. فلو في أي استفسار أو أي اشتراكات إحنا تحت أمركم. أهلا وسهلا، عليكم السلام. السلام عليكم دكتور أميل، لو في أي استفسار أو أي استفسار من حضرتك عن الخدمة ممكن حضرتك تكتب في الشات بوكس، ممكن تكتب أي كومنت أو أي تعليق. طبعا طبعا ممكن تستخدم، تقدر تعمل ري اساينينج او تعمل اساينينج دي او ايز لاي بحث تم نشره سابقا، ما فيش اي مشاكل، بالعكس احنا بنشجع الناشرين ان هم يقوموا بايداع او استخدام دي او اي لابحاثهم السابقه، فده ما فيش اي مشاكل، تقدر تستخدم الدي او ايز لاي بحث قديم، ده شيء مهم، ده بيعزز كمان من فرص اكتشاف المحتوى الخاص بيك على الانترنت، فاحنا بنشجع الناشرين ان هم يحاولوا ان هم يوصلوا او يسجلوا دي او ايز حتى لكل الببلشد كونتنت الخاص بيهم، لان ده شيء مهم. لو حضرتك بتقول ان فاتتك التسجيل اللي فات او المحاضره اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز او الدي او ايز، ممكن ترجع لليوتيوب او crossref.org/webinars. crossref.org/webinars هيكون عليها
كل التسجيلات، وهتلاقي تسجيل باللغة العربية بنتكلم فيه عن الويبينار ده، فممكن حضرتك ترجع له وتستخدمه. هتلاقي فيه التسجيل الخاص بالدو اي اللي احنا اتكلمنا عليه، فممكن تسمعه. ولو في اي استفسار فني او حاجة ممكن ترجع لسبورت ات كروسريف.org. لو في اي اسئلة او اي استفسارات تانية، احنا لسه معانا حوالي 5 دقايق. طبعا ممكن الناس تقابلها مشاكل كتيره او استفسارات كتيره، فانا دايما بحب ريفير الى سواء لاي خدمه بتقدمها كروسريف. support@support.crossref.org هو موقع متكامل عباره عن سؤال وجواب فيه كل الاستفسارات تقريبا، هم مغطيين كل الاستفسارات او اسئله الدعم الفني، فمصدر بصراحه ممتاز جدا وغني بالمعلومات لاي حد مهتم او ان هو محتاج يعرف معلومات أكتر عن أي خدمة. بنصحه إن هو يريفير أو يرجع لموقع support.crossref.org، هيلاقي عليه تفاصيل كتيرة جدا مرتبطة بكل خدمة، والتفاصيل المتشعبة أو خدمات الدعم الفني الخاصة بكل خدمة. فsupport.crossref.org ده مصدر مهم جدا، لو في أي حد محتاج أي معلومات عنه ممكن يرجع أو يدخل عن أي خدمة بتقدمها كروسريف هيلاقيها على الموقع ده. وفي حالة أيضا أي استفسارات أو أي دعم فني، دايما بنوجه الناس لإيميل الخاص support@crossref.org، هيلاقوا عليه كل التفاصيل الخاصة، أو يقدروا يتواصلوا معايا مع فريق الدعم الفني الخاص بكروسريف. معانا استفسار من دكتور ندى. دكتور ندى بتقول: السلام عليكم، شكرا للمحاضرة. ممكن أن يكون هناك تقييم للمجلة من مؤسستكم؟ يعني دكتور ندى، كروسريف لا تقوم بعمل أي تقييم أو evaluation لأي مجلات، لأن كروسريف بتقدم مجموعة من الخدمات من أجل تحسين جودة المحتوى العلمي أو النظام العلمي، إنما الكروسريف.org ما بتقومش بعمل أي تقييمات لأي جودة محتوى أو للمحتوى العلمي المنشور. هي بتقدم مجموعة من الخدمات زي الدو آيز، زي كروسريف سيميلاريتي تشيك، مجموعة زي السايتد باي اللي اتكلمنا عليها النهاردة، زي الريفرنس لينكينج. هي مجموعة من الخدمات اللي بتساهم في تحسين جودة الاتصال العلمي أو التواصل العلمي ما بين كل أطراف المرتبطة بالبحث العلمي، سواء مؤسسات التمويل، سواء الجامعات، سواء الباحثين نفسهم، سواء الناشرين. فهي مؤسسة مركزية بتعمل مع كل هذه الأطراف لتحسين جودة التواصل ما بين كل هذه الأطراف، إنما في نفس الوقت ما بتقومش بتقييم أي محتوى. أو لو حضرتك حابة تفسري أكتر أي تقييم من أي نوع للمحتوى، يا ريت حضرتك تكتبي في الشات بوكس اللي قدامنا. شكرا جزيلا دكتور ندى، وأتمنى أن تكون الإجابة أفادتك. ما نوع المعلومات دكتور أميل، ما نوع المعلومات التي يمكن أن أعطيها للدو أي؟ هل هو فقط للبحوث أم ممكن للكتب؟ طبعا دكتور أميل، لو حضرتك رجعت للريكوردنج اللي فات هتلاقينا أن اتكلمنا أن الدو أيز ممكن يتم استخدامها للبوكس، للكتب، ممكن يتم استخدامها للأرتكلز، ممكن يتم استخدامها للكونفرنس بيبر أو المقالات اللي بيتم نشرها في الكونفرنس. في مجموعة كبيرة جدا ممكن استخدامها حتى حاليا للبري برنت، ممكن استخدمها للأبحاث ما قبل النشر. فالدو أيز أو الديجيتال أوبجكت أيدنتيفاير ممكن أقوم باستخدامها لكل المحتوى العلمي، حتى للتكنيكال ريبورتس ممكن استخدم واقوم بايداع دي او اي خاص ليها. فالدي او ايز او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير يمكن استخدامها لمجموعه متكامله او لكل تقريبا اطياف او عناصر البحث العلمي. لو حضرتك رجعت للويبينار اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو الويبينار رقم 2، هتلاقي فيه شرح مفصل عن الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز او الدو ايز او المعرفات الرقميه، وازاي اقدر استخدمها وازاي اقوم بايداعها في قاعده بيانات كروسريف. وهيكون في ايضا شرح تفصيلي لايه الايتمز او ايه الاشياء او المحتويات اللي ممكن اقوم بايداع او باستخدام الدو ايز ليها.
فيعني لو حضرتك ترجع لcoursera.org/webinars هتلاقي رابط على اليوتيوب للويبينار ده او لحلقه النقاش دي، وممكن حضرتك تستخدمه وتعيد الاستماع. لو في عند حضرتك اي استفسارات ممكن في الويبينار القادم نستعرضها ونشاركها. شكرا جزيلا دكتور أميل، شكرا. وفي النهاية شكرا، شكرا جزيلا لحضراتكم وعلى الحضور، على الحضور. إن شاء الله في فولو أب إيميل هيتبعت، في ريكوردينج أو اليوتيوب لينك اللي ممكن اللي ما حضرش الويبينار يقدر يستمع إليه مرة أخرى. وإن شاء الله نتطلع للقاء القادم إن شاء الله، أو الويبينار رقم 4. شكرا جزيلا، شكرا، ثانك يو.